لله بحجة، لا، ليس هذا هو المراد أيضا، بل يظهر الجهل بصورة أكثر ويقل العلماء الربانيون. أما أن تخلو الأرض من العلماء الربانيين القائمين اللي بحجة فلا فلا فلا، إذ لا بد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أرجو أن تكون المسألة واضحة حتى لا يستشعر أحد أحبابنا بتعارض في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة، طائفة طائفة، شايف كلام النبي الغالي، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. يبقى لابد أن تبقى الطائفة المنصورة لتوجه، لتبين الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل فبصفة عامة يكثر الجهل بالقرآن والسنة، يكثر الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كرم العلم وزكى العلماء، والقرآن الكريم قبل ذلك بين فيه ربنا تبارك وتعالى فضل العلم ومكانة وكرامة العلماء في كثير من الآيات. تدبر معي قول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش مستحيل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله أكبر، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم الملائكة، ثم ثلث بأهل العلم. قال ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول من شهد الله بالتوحيد هو الله، ثم والملائكة، ثم أولو العلم. وأولو العلم العلماء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بالعلم وبطلاب العلم وبالعلماء حفاوة بالغة. يقول لعلي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا شايف مكانة العلم، بيقول للنبي لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شايف الكرامة والمكانة. بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما بكتاب الله وبسنة رسول الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، الأسماك، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر، كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الربانيين الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ذكر له رجلان، ذكروا للنبي رجلين، ذكر له رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم. رجل متعبد، خاشع، خاضع، أواب، ذكار، شكار، والرجل الآخر عالم. اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. قال:
فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يا من يقدر يحدد دي؟ كفضل النبي على أدنى رجل في الأمة. شوف فضل العلماء. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. ايه الفضل ده؟ ايه الكرم ده؟ في رواية صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث ابي هريرة، وفيها انه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في كلام النبي جميل صلى الله عليه وآله وسلم. بل في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند حسن من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. النبي عليه الصلاة والسلام متكئ على برد له أحمر، ودخل عليه صفوان ابن عسال المرادي، فصفوان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا. ده اللي بيقول بقى النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم، خلي بالك من البشرة دي، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لا تاني دي كرامة عالية جدا. قال النبي: مرحبا بطالب العلم، مرحبا. فمرحبا بك أيها الأخ الكريم، يا من تحرص على هذا المجلس من مجالس العلم في أحداث النهاية وغيرها، مرحبا بك أيتها الطالبة للعلم والحق. هذه ساعة أرجو الله عز وجل أن ينزل فيها علينا من رحماته وسكينته وبركته، إنه لذلك والقدر عليه. فهذا مجلس علم. قال: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. بل ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد بين أصحابه يحدثهم، النبي جالس في مجلس علم مع الصحابة، فدخل ثلاثة نفر. الأول رأى فرجة في الصف فجلس فيها سد الفرجة، والثاني استحيا أن يتخطى الصفوف، وهذا أدب مفقود إلا من رحم ربي، يعني يتخطى كثير من أحبابنا من طلاب العلم الصفوف بصورة مخالفة للهدي النبوي. أما الثاني استحيا